أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في الخطبة العظيمة التي ألقتها في جموع المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد استشهاده صلى الله عليه وآله، قالت فيما قالت: فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله والموعد القيامة. هذه الجمل الثلاث استيعاب للمعاني العظيمة في مقام العدل وتطبيق العدالة. هذه الجمل الثلاث: نعم الوعد للمظلومين، ونعم الوعيد للظالمين. هذه الجمل الثلاث تسكين للمظلومين وتخويف للظالمين. العدل دائما وأبدا يكون مع المظلوم وضد الظالم. العدل هو وضع الشيء في موضعه، فإذا كان هناك ظلم وكان ظالم ومظلوم، من الطبيعي أن وضع الشيء في موضعه يكون بنصرة المظلوم وبالعذاب للظالم. الجملة الأولى قالت صلوات الله عليها: فنعم الحكم الله. الله سبحانه وتعالى هو الحاكم في الدنيا والآخرة، ولكن إن الله تعالى بحكمته البالغة حيث أراد أن يختبر العبادة في الدنيا جعل الأيدي حتى للظالمين لمدة مفتوحة كيفما يريد أن يصنع، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يد الظالم مبسوطة في الدنيا، ولذا يتحقق الظلم في الدنيا، أما في الآخرة فليس هناك ظلم إطلاقا، والله سبحانه وتعالى بجعل يد المظلوم مبسوطة في الدنيا ليس هذا ظلما من الله تعالى والعياذ بالله، فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة كما في القرآن الحكيم. ولكن حيث أن الله تعالى خلق الآخرة ونعيمها للمظلومين، وخلق الآخرة وعذابها للظالمين، فخلق الدنيا مقدمة للآخرة لينكشف في الدنيا ظلم الظالم وينكشف مظلومية المظلوم. فنعم الحكم الله، ما دام أن الله تعالى الذي لا يظلم مثقال ذرة هو الحاكم في يوم القيامة، فهنيئا لمن كانوا مظلومين في الدنيا بنعيم يوم القيامة، وتعسا وبؤسا لمن كان ظالما في الدنيا بعذاب يوم الآخرة.
وفي الحديث الشريف إن الله سبحانه وتعالى يخاطب المظلوم في الدنيا ويقول له: لأنتصرن لك ولو بعد حين. الله هو مع المظلوم وضد الظالم، وينصر المظلوم إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. نصرة الله تعالى للمظلوم في الآخرة مضمونة بلا كلام، ولكن قد الله تعالى ينصر المظلوم أيضا في الدنيا، يقول للمظلوم: لأنتصرن لك ولو بعد حين، بعد حين في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. ونعم الوعد من الله سبحانه وتعالى، فالله إذا كان هو الناصر للمظلوم وكل القدرات بيد الله سبحانه وتعالى، القدرة المطلقة 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 لله تعالى، فلذا هذا الإله القادر المطلق إذا كان ينتصر للمظلوم كان ناصرا للمظلوم، فهنيئا للمظلوم في يوم القيامة. المظلوم في الدنيا هنيئا له يوم القيامة. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قالت: والزعيم محمد صلى الله عليه وآله. الزعيم، هذه الكلمة في اللغة فسرت بالضمين والكفيل، وفي الإصطلاح الديني الضمين يقال لمن يضمن الأموال، والكفيل يقال لمن يكفل الأشخاص. فإذا كان شخص مديون لشخص وضمن شخص ثالث للمديون وللدائن، فهذا معناه أن الدائن إذا ترك أداء دينه فهذا يكون هو الضامن للمديون أداء دينه. والكفالة بالنسبة للشخص، للأشخاص والأنفس في الإصطلاح الديني. فإذا شخص جنى جناية تستحق القتل والقصاص مثلا، فإذا كفله شخص يعني معناه أن هذا الشخص الكفيل يأتي بذلك الجاني، ضمن أن يأتي بذلك الجاني عند القصاص. والزعيم يقال للمعنيين الضمين والكفيل. ومولاتنا الزهراء صلوات الله عليها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الزعيم، هو الرئيس المطاع الذي يكون ضمينا ويكون كفيلا. فهناك في يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الضمين وهو الكفيل، فلا يبقى هناك ظلم إطلاقا. فأيضا من هذه الجهة يكون للمظلوم هناء في يوم القيامة أكثر مما وصله من الظلم في الدنيا. والجملة الثالثة قالت صلوات الله عليها: والموعد القيامة. القيامة موعد التصفية الكاملة والشاملة والدقيقة، حتى أن الله تعالى سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قال في القرآن الحكيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بوزن ذرة، وإذا تجمع الألوف من الذرات ربما لا يكون وزنها غراما وغرامين. بمقدار وزن ذرة، إذا الإنسان عمل خيرا في الدنيا يرى ذلك الخير في الآخرة قطعا، وقد يكون في الدنيا أيضا يرى ذلك الخير وإن كان قليلا جدا جدا بوزن ذرة. وإذا عمل شخص شرا والعياذ بالله في الدنيا فسيرى ذلك الشر يوم القيامة أكيدا، وفي الدنيا ربما أيضا. صلوات الله عليها قالت: والموعد القيامة. هذا تهديد لمن ظلموا فاطمة سلام الله عليها وآذوها. وكم أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بأهل بيته عامة في متواتر الأحاديث الواردة في تفاسير القرآن الحكيم وفي كتب الحديث الشريف وفي كتب التاريخ، وأوصى متواترا بالخصوص بالنسبة إلى أمير المؤمنين وبالنسبة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليهما وآلهما. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل من فاطمة سلام الله عليها قمة في الفضيلة وقمة في الدفاع بالنسبة إليها وأخذ مظالمها ممن ظلموها في الدنيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والموعد القيامة، القناعة بالله تعالى والقناعة بزعامة رسول الله صلى الله عليه وآله والقناعة بالقيامة، هذه القناعات الثلاث إذا اجتمعت في إنسان فمن المستحيل أن هذا الإنسان يظلم أحدا في الدنيا. عندما لا تكون هذه القناعات، عندما يكون هناك شك وارتياب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالنسبة إلى زعامة رسول الله صلى الله عليه وآله وبالنسبة إلى القيامة والثواب والعقاب، هناك تحدث المظالم. وينبغي للإنسان المؤمن أن يركز حتى يحصل على هذه القناعات الثلاث كي لا يصدر منه ظلم إطلاقا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله، سواء من الأرحام أو الشركاء أو المعارف أو الجيران أو غير ذلك. المهم أن الإنسان عندما يفتقد هذه القناعات الثلاث، هذا الإنسان يكون كالوحش الكاسر، بل أسوأ من الوحش الكاسر يكون، ويكون المجتمع كالغاب الذي هو مورد الوحوش والسباع، يظلم بعضهم بعضا، يكسر بعضهم بعضا. شريعة الغاب تتحقق في الدنيا عند فقدان هذه القناعات الثلاث، والمدينة الفاضلة تتحقق في الدنيا
عندما تكون هذه القناعات الثلاث متواجدة. ولذا على المؤمنين بالنسبة إلى أنفسهم وبالنسبة إلى الآخرين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب إيجاد المقدمات التي تؤثر في حصول هذه القناعات الثلاث حتى يكون ذلك خطوة كبيرة إلى المدينة الفاضلة لكل إنسان بحسبه وبمقدار قدرته. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع في ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.